مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. كذلك إذا رأى الإنسان من ابتلاه الله بمرض أو آفة أو ابتلاه في دينه، فإنه يدعو الله ويطلب منه العافية ويحمده على العافية: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإنه لا يضره ذلك البلاء، لا أن يشمت بالمبتلى ويستهزي به أو يحتقره، لكن يدعو الله العافية والسلامة من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس ممن ابتلاهم الله بمعصية أو بذنب إذا قيل له اتق الله رد عليك مجادلا فقال: هذه استطاعتي وقدرتي فلا أستطيع أن أصبر عن هذه المعصية. نعوذ بالله، هذا أشد من المعصية. قال أنه لا يستطيع، هذا أشد من فعل المعصية. هو يستطيع، ما جبر عليها، يأتيها باختياره وطوعه وإرادته، هذا كلام الجبرية. نسأل الله العافية. نعم.